أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى الموضوع الثاني لنهار اليوم. خلال افتتاحية أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في قصر الأمم أمس، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السلك الدبلوماسي إلى التحلي بالتضحية والرد بالحزم على كل المناورات العدائية، وقال عليكم اتخاذ الإجراءات الاستباقية لترسيخ دور الجزائر دوليا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر خدمة سكايب البروفيسور عبد اللطيف بروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بك أختي الكريمة، وتحية طيبة لكل مستمعي الصوت ومشاهدي الصورة، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. إذن بداية، ما الذي يقصده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باتخاذ الإجراءات الاستباقية؟ ما المقصود بهذا المصطلح تحديدا؟ طيب، البعثة الدبلوماسية والقنصلية لها وظائف ولها مسؤوليات. هل سنتطرق للبعثة الدبلوماسية من خلال اتفاقية فيينا 1963 و63؟ هو الموضوع عنده شق قانوني، بمعنى على أن من شروط إرسال بعثة دبلوماسية جزائرية لأي بلد أن يكون هناك رضا للطرف المستقبل، وهنالك تواصل، وهنالك عمل دؤوب، وهناك تقارير، وهناك مسؤوليات، وهناك تفاوض وما شابه ذلك. إذن عمل البعثة أو وظيفة البعثة الدبلوماسية هي، عندما نتكلم عن سفير أو نتكلم عن قنصل، إذن نتكلم على مناصب سيادية في الدولة الجزائرية، أي أن من يعمل كسفير أو كوزير أو رئيس جمهورية يمثل الدولة الجزائرية ويمثل السيادة الجزائرية عند الدولة المستقبلة. درب المحصلة، ما المقصود بالعمل الاستباقي؟ على أن البعثة الدبلوماسية لها عدة مجالات تستغل فيها. فالعمل هو نعم الدور البعثة الدبلوماسية القصير هو تمثيل توتير دولة عند دولة، هذه المسؤولية الأولى، لكن هناك مسؤوليات هي التفاوض. مسؤولية ثالثة هي ماذا رفع تقارير عن الدولة وعن برامج تلك الدولة وعن ما هي موجود في تلك الدولة للجزائر. إذن بالمحصلة ما العمل الاستباقي فيما يكمن على أن البعثة الدبلوماسية من مسؤوليتها تمثيل الدولة الجزائرية في باقي الدول الأخرى، أكثر من ذلك أن ترفع تقارير وأن تقدم تقارير وتحدد ما هي آفاق العمل مع تلك الدولة. إذا تكلمنا عن الدولة الجزائرية مع الدولة سين أو صاد، فالبعثة الدبلوماسية مسؤولة عن رفع تقرير ورساله للوزارة الخارجية حتى نفهم ماذا يجري في تلك الدولة وماذا تريد تلك الدولة، ما هي آفاق العمل مع تلك الدولة. إذا هناك طابع استباقي. إذا عندما نرفع تقارير ونفهم ما هو موجود في تلك الدولة التي نحن نمثلها عندها، هذا هو المقصود به، لأن القضية قضية التمثيل، وعمل استباقي هو أن نفهم ما هي آفاق العمل وما هو آفاق التبادل، ما هي آفاق العلاقات بين البلدين الذين نحن نمثلهم. بالمحصلة التمثيل الدبلوماسي هو سياسي، التمثيل القنصلي عنده طابع تجاري واقتصادي. إذا ما حددنا دور السفارة، السفارة هي كل دولة، الجزائر عندها سفارة في كل دولة، سفارة واحدة، ولكن بالموازاة يمكن أن نجد قنصلية وقنصليات عند دولة واحدة. إذا ما أردنا أن نحدد أكثر في الوظائف، وظائف السفارة ذات طابع تمثيلي سياسي، نقول تمثيلي سياسي، والقنصلية عندها أبعاد أخرى فيما تكمن ذات طابع تجاري واقتصادي وتقديم الخدمات للرعاية الدولة الجزائرية في تلك البلد. هل نكتفي بعمل السفارة أو نكتفي بعمل القنصلية؟ أقول لا. نحن نتكلم عن البعثة الدبلوماسية والقنصلية أن يكون لها تمثيل، أي نعم، وأن يكون لها عمل استباقي، أي نعم، أن ترفع تقارير بما هو موجود في تلك الدولة للدولة الجزائرية، ليس من قضية أنها تقارير سلبية، لا، حتى نفهم ماذا يحصل في تلك الدولة من منظومة قوانين، من برامج، من استثمارات، حتى نفهم ما يحصل عند تلك الدولة ونرفع تقارير للدولة الجزائرية حتى الجزائر تكون عندها نوع من العمل الاستباقي وتفهم ما هو مطلوب منها مع تلك الدولة. طيب، هل هذا المفهوم يشمل فقط كما قلت رفع تقارير، أم أنه يشمل حتى عمل الدبلوماسية الجزائرية في الترويج لصورة الجزائر كذلك بالخارج، ليس فقط أن نتلقى، أيضا أن نسوق لصورتنا في الخارج أستاذ؟ أكيد أكيد، لأن عندما نتكلم عن بعثة الدبلوماسية نتكلم عن عدة أعضاء لهذه البعثة الدبلوماسية والقنصلية. فهناك السفير، وهناك الملحق الثقافي والملحق العسكري، وهناك عدة أعضاء في البعثة الدبلوماسية، كل واحد من هؤلاء الأعضاء له وظيفة،
وله دور في هذه السفارة. عندما نتكلم عن الملحق الثقافي، ما هو دور أن يروج الثقافة الجزائرية عند بلد المستقبل؟ والعكس صحيح، أن نفهم ما هو موجود عند البلد المستقبل ونرفع ماذا؟ نرفع إمكان أن نبلور علاقات مع تلك الدولة لتكون أي دولة صديقة أو أي دولة أخرى. وهو كذلك بالنسبة كذلك للقنصلية، فالقنصلية كذلك عندها بعد اقتصادي وتجاري. أن نرفع ماذا؟ ما هي القوانين؟ إذا كانت هناك قوانين في الدولة المستقبلة وفيها منظومة قوانين واستثمارات جديدة يمكن أن نستفيد بها الدولة الجزائرية، والعمل متبادل. لأن الأصل في الشيء أخو الوعي على أن البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية بموجب اتفاقية فيينا 61 للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا 63 للعلاقات القنصلية، ما هي وظائف هذه البعثات؟ دورها هو ماذا؟ التمثيل. كل دولة يكون لها تمثيل عند الأخرى، ويكون التمثيل من رضا الطرفين. بالتالي فلا نكتفي بالتمثيل السياسي، فهو موجود أي نعم، ولكن يجب أن نفعل ماذا؟ مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية. وهذا هو لب القصيد، لأن الأصل الآن في الشيء لأن منظومة القوانين متغيرة متسارعة. في عصر العولمة، في عصر الإنترنت، هناك كل مرة شيء جديد. ما هو مطلوب منك كبعثة دبلوماسية؟ ما هو مطلوب منك بعثة قنصلية؟ أن نكون هنالك عملية تحيين دائم لما هو موجود في الدولة المستقبلة، ولا نكتفي بالتمثيل فقط، ولكن نخلق علاقات. هذه المسؤولية تاع السفير، هذه المسؤولية تاع القنصل، على أننا نخلق علاقات ونروج لما هو موجود في الجزائر. مثلا هناك منظومة هناك دستور جديد في الدولة الجزائرية، هناك منظومة قوانين جديدة في الدولة الجزائرية، هناك نمط انتخابي جديد، هناك مشاريع للبلدية والولاية. أكثر من ذلك، هناك مشاريع حول مفهوم الاستثمار، لأن المقاربة مرتبطة بالاقتصاد وبالعلاقات التجارية، ولكن بطابع سياسي. وحتى يفهم الآخر من أن هنالك عملية تحيين، لأن الإشكالية الآن عندما نريد أن نروج نحتاج إلى إحصائيات، ومن هو المسؤول عن تقديم تلك الإحصائيات؟ هو من يمثل الدولة الجزائرية في الخارج، وأول منصب سيادي أقل وعي هو السفير، هو القنصل. فهذه مناصب سيادية تمثل الدولة الجزائرية، والمستثمر الذي يريد أن يأتي إلى الجزائر من أين يستسقي أو يأخذ تلك الإحصائيات؟ يأخذها منها من الوثائق الرسمية للدولة الجزائرية. وهذا هو دور السفارة، لأن السفارة ليس إلا تمثيل، وقلت وعيد ليس إلا تمثيل وليس إلا تمثيل، ولكن خلق علاقات في عند الدولة المستقبلة. نعم، كيف يساعد أو تساعد اليقظة ويساعد العمل الاستباقي على حفظ الأمن الوطني؟ أكيد، هنالك مفهومين مهمين في بلورة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفي العلاقات الدولية. هنالك تصور استباقي وهنالك تصور وقائي. الفرق بين التصور الاستباقي أن نستبق ماذا؟ ما يحدث، أن نفكر أو نضع استراتيجية أو نضع سيناريو واضح لما يحدث. لأن الآن العلاقات متشابكة، والأخطار والتهديدات للدولة الجزائرية موجودة فعلا، وهذه الأخطار والتهديدات التي تحيط بالدولة الجزائرية تتطلب منا تفكير استراتيجي عميق. فيما يكمن هذا التفكير الاستراتيجي العميق؟ أن نفكر أن نضع خطط أقل وعي ليست وقائية، أي لا 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 نفكر، ولكن نستبق الأشياء، نستبق بمعنى أننا هنالك أخطار وتهديدات موجودة، وندرك أن السيناريوهات وحدوثها موجود، ونضع خطط لذلك عن طريق ماذا؟ ليس الترويج على أننا دولة غير مسالمة أو لا نبحث عن السلم والأمن. العكس صحيح، نحن دولة نتبنى خيار الحل السلمي دائما، ونتفادى دائما الحل العسكري. أكثر من ذلك، تصورات الدولة الجزائرية، سياستها الخارجية الجزائرية مبنية على ثلاث أسس فيما تكمن. نعم أستاذ عبد اللطيف بروبي، استسمحك ابقاء معنا رجاء. مشاهدينا كما تتابعون في شريط العاجل أسفل الشاشة، إذن أعادت الجزائر فتح سفارتها بطرابلس الليبية، حيث سيلتحق السفير سليمان شنين بمنصبه إذن بطرابلس نهاية شهر نوفمبر الحالي. الجزائر ممثلة حاليا عن طريق مكتب البعثة الدبلوماسية من العاصمة تونس، وكانت السلطات الليبية قد وافقت قبل أيام على اعتماد سليمان شنين سفيرا فوق العادة للجزائر في ليبيا. للتذكير أيضا، فإن الجزائر كانت قد أغلقت سفارتها منذ عام 2014
بسبب وجود تهديدات على دبلوماسييها طبعا في ليبيا التي كانت تشهد أزمة أمنية في ذلك الوقت. أعيد مشاهدينا كما تتابعون معنا في شريط العاجل أسفل الشاشة، الجزائر تعيد فتح سفارتها بطرابلس الليبية، حيث سيلتحق سفير الجزائري سليمان شنين بمنصبه بطرابلس نهاية شهر نوفمبر الحالي. الجزائر للتذكير هي ممثلة حاليا عن طريق مكتب البعثة الدبلوماسية من العاصمة تونس، وكانت السلطات الليبية قد وافقت قبل أيام على اعتماد سليمان شنين كسفير فوق العادة للجزائر في ليبيا. نذكر مشاهدينا أن الجزائر كانت قد أغلقت سفارتها بليبيا عام 2014، وذلك بسبب وجود تهديدات أمنية على دبلوماسيها. نواصل إذن مشاهدينا هذه الفترة. أعود لك أستاذ عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنت معنا دائما عبر خدمة سكايب، أهلا بك مجددا وأستسمحك مجددا على المقاطعة. أثمن أولا مثل هذا، أو أثمن مثل هذا فتح إعادة فتح السفارة الجزائرية في ليبيا، وأمر مهم جدا، وهذا بطريقة أو بأخرى دعم للسلطة السياسية القائمة الآن في ليبيا، حتى لم يبقى من الوقت الا شهر على الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في 24 ديسمبر تاريخ استقلال ليبيا، ولكن نذكر على ان هذا التمثيل عنده دفع، عنده دلاله قويه على ان الجزائر ما زالت تساند السلطه السياسيه القائمه والتي وحدت الان، وهذا امر مهم جدا. اقول واعيد الاشكاليه في ليبيا اننا بعدما وحدت السلطه السياسيه هناك معيقات اخرى مرتبطه بالمرتزقه والاجانب، وهذا يحتاج الى وقت لحتى كذلك ماذا نوحد السلطه العسكريه. اذا هذا التمثيل عنده دلاله، ارسال سفير عنده دلاله فيما تكون هذه الدلاله على اننا دائما وما زلنا ندعم السلطه السياسيه القائمه التي وحدت سواء المجلس الرئاسي او الحكومه او ما شابه ذلك. بالرجوع الى اختي الكريمه الى سؤالك، نرجع ونؤكد على ان قلت واعيد على ان البعثه الدبلوماسيه ليس لها دور على التمثيل. نعم التمثيل السياسي موجود، كل دولة عندها سفارة، عندها علم، عندها قطعة أرض، عندها سفارة، لها حصانات وامتيازات، ولكن ما يهمنا أكثر هو مخرجات هذا التمثيل، ماذا نريد من هذا التمثيل؟ إذن لماذا فكرة أننا يجب أن نتبنى استراتيجية استباقية؟ أقول وأعيد من الفرق بين وقائية واستباقية، استباقية على أن الخطر موجود ونستبق حدوده. أقول وأعيد نستبق حدوده، وهذا أمر مهم جدا، لأن الإشكال هناك تهديدات وأخطار محيطة بالدولة الجزائرية من شرق وغرب وجنوب وشمال. عندما نريد أن نفهم ما هو مطلوب منا كبعثة دبلوماسية، يجب أن ندرك على أن نفهم ما هو مطلوب من هذا التمثيل، وما هو دور الملحق العسكري، وما هو دور الملحق السياسي والثقافي عفوا وما شابه ذلك. لا نكتفي بالتقارير، لان التقارير هي اخر 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 شيء تقوم به السفاره القنصليه. نحتاج الى ماذا؟ الى خلق علاقات ثنائيه، لان والاصل هي علاقات ثنائيه، اقول واعيد طابع ثنائي بين بلد وبلد اخر بالرضا وبقبول التمثيل. وبالتالي حتى نتفادى الأخطار والتهديدات الآن، نحتاج إلى خلق علاقات ذات طابع ثنائي مع الدول التي نحن نوجد بها تمثيل. ونحن عندما نتكلم عن الدولة الجزائرية تمثل في إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا وكل هذه المناطق الموجودة في العالم، ولكن ما يحتاج أكثر أن نخلق علاقات ولا نكتفي بتمثيل وفقط، لأن مسؤولية القنصل، مسؤولية السفير، مسؤولية البعثة القنصلية، مسؤولية البعثة الدبلوماسية، أقول وأعيد على أنه تمثيل وخلق علاقات في مجالات عدة. والآن تحول خاصة بعد جائحة كورونا، وأن التهديدات التي تحيط بالجزائر من منطقة الساحل أو مناطق أخرى موجودة بالقرب منها نعم أستاذ بروبي، نعم لازلنا في الاستماع، تفضل أستاذ بروبي. نعم تفضل لازلنا في الاستماع، فقد خلل تقني ربما بسبب الانترنت، تفضل. شكرا أختي. أقول وأعيد حتى لا أطيل، على أننا حتى نفهم العلاقات الدبلوماسية القنصلية يجب أن نحدد مسؤوليات، مسؤولية السفير ومسؤولية
القنصل، المسؤولية السفير أولا التمثيل، أي نعم، لكن المسؤولية الثانية وهذا حسب اعتقادي المتواضع هو التفاوض مع الدولة التي هو يمثلها، وأن يخلق علاقات يقول طابع سياسي وثقافي واجتماعي عن طريق ماذا؟ التذكير بما هو موجود في الجزائر، من الحركية الموجودة في الجزائر، من الديناميكية الموجودة في الجزائر، وحتى الدول الأخرى تفهم ما يحصل في الجزائر وترى أن هنالك فرص للاستثمار في الجزائر، وهذا هو لب القصير من التمثيل. ولا نكتفي بتمثيل من أجل التمثيل، ولا نكتفي بفتح السفارة من أجل أننا لا سفارة، ولكن السفارة عندها أهداف وعندها مسؤوليات، أي نعم التمثيل والتفاوض وخلق مجال التعاون، والآن قروع في الاستباق الجزائر حتى لا نقع فيما يعرف في العمل الدبلوماسي بعنصر المفاجأة، عنصر المفاجأة المقصود به نتفاجأ من حدوث الأحداث، وهذا أمر خطير جدا في أي علاقات دبلوماسية، وحتى نتفادى عنصر المفاجأة يجب أن نضع سيناريوهات استباقية. نعم، ابقى معنا أستاذ رجاء لتذكير مشاهدينا كما يظهر في شريط العاجل أسفل شاشتنا، إذن الجزائر تعيد فتح سفارتها بطرابلس الليبية، حيث سيلتحق سفير الجزائري سليمان شنين بمنصبه نهاية شهر نوفمبر الحالي. الجزائر لتذكير ممثلة حاليا عن طريق مكتب البعثة الدبلوماسية من العاصمة تونس، وكانت قد وافقت السلطات الليبية منذ أيام على اعتماد سليمان شنين سفيرا فوق العادة للجزائر، ممثلا للجزائر في ليبيا. نذكر كذلك أن الجزائر كانت قد أغلقت سفارتها منذ عام 2014 بسبب وجود تهديدات على دبلوماسيها. أعود لك أستاذ، إذن الجزائر تعيد من جديد فتح سفارتها في طرابلس للجزائر، كان لها وتعتزم أن يكون لها دور مهم جدا في الملف الليبي. لازلت معنا أستاذ بروبي؟ نعم، وسيكون لها دور أيضا في حل هذه الأزمة، الأشقاء الليبيين يعولون على الدور الجزائري، كذلك الجزائر لها وسيكون لها تعتزم أن يكون لها دور فعال في حل العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة والدول العربية، تماما كما كان لها هذا الدور عبر التاريخ في حل العديد من النزاعات على غرار النزاعات ما بين العراق وإيران وأيضا بين أثيوبيا وإريتريا. قد يتساءل الآن المواطن البسيط أستاذ، لماذا تركز الجزائر دائما وتتمسك بهذا المبدأ وبضرورة لعب دور دائما ومصدر السلم والاستقرار، المحافظ على السلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم؟ طيب أختي كريمة، أكد على شيء، هذا إرث مرتبط بتركيبة الجزائر الآن، لأن الجزائر يحب الحرية ويحب مساندة الشعوب التي هي تناهض من أجل الاستقلال، والشعارات التي ترفعها الجزائر في السياسة الخارجية تطبق من خلال الواقع عن طريق الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. إذا لا نرفع شعارات فقط، لكن نفعلها في الواقع عن طريق ماذا؟ مساندة قضايا التحرر، أكثر من ذلك في ظل المنظمات الدولية والإقليمية. بالرجوع إلى التاريخ، الجزائر عندها صورة إيجابية في علاقاتها الدبلوماسية وفي التفاوض، قدرة على التفاوض، عندما مثال العراق وإيران في 1975، أزمة الرهائن في 1979 في إيران، أكثر من ذلك الحرب الآلية الإثيوبية في 2000، أكثر من ذلك الأزمة في لبنان، الآن نتكلم عن مالي منذ 2015، ونتكلم عن ماذا؟ عن دول الجزائر الآن في ليبيا مع دول الجوار. الجزائر أقول وعيد ساندت ماذا؟ الطرح الذي بلور خلال مؤتمر برلين الأول والثاني، والقائد بماذا؟ بانتخابات، والشرعية عن طريق الانتخابات وإخراج المرتزقة، أكثر من ذلك إخراج القوات الأجنبية، وهذا في دل اعتبار أن الجزائر في السياسة الخارجية تنطلقه أو توظف مبدأ مهم جدا فيما يكمن هذا المبدأ، أنها تعتبر نفسها أنها حل وليس طرف أو كمشكل، أنها طرف وحل في هذا في الأزمة وليس مشكل، وهذا أمر مهم جدا. وبالتالي عندما نعيد فتح السفارة في ليبيا دلالة على ماذا؟ على أننا نساند السلطة الموحدة الآن في ليبيا أقول وعيد، والتي ليبيا تعرف مرحلة انتقالية من 2011، وما زالت المرحلة الانتقالية حتى 2021، وما زلنا نتكلم عن مرحلة انتقالية حتى الآن، وبالتالي نحتاج الجزائر أن تدعم السلطة السياسية القائمة
في ليبيا لإجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية. أكثر من ذلك الجزائر تدعم وتساعد وتدعم ماذا؟ السلطة السياسية القائمة الآن. نعم. وتذكر بماذا؟ بضرورة إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، لأن الإشكالية الآن ستأتي في كيفية توحيد السلطة العسكرية. نعم، رئيس الجمهورية كذلك أكد على ضرورة إلى أهمية قصوى للجالية الوطنية في الخارج أستاذ بروبي، وقال إنه يجب وضع أرقام خضراء لفائدة أبناء الجالية وتخصيص ميزانية لتكليف محامين للدفاع عنهم في حال تعرضوا للظلم. هذا هو المنطق السوي، لأننا عندما نقول وزير خارجية رمطال عمارة وزير الخارجية والجالية في الخارج، مسؤولية الدولة الجزائرية ماذا؟ مسؤولية الدولة الجزائرية أن تحمي رعاياها في الداخل أكثر من ذلك أن تحمي رعاياها في الخارج. وهؤلاء مواطنون جزائريون موجودون في خارج في بقاع العالم، في أوروبا، أمريكا، أفريقيا، في آسيا. إذن ما هو مطلوب منا كدولة جزائرية؟ أن تحافظ على ماذا؟ على مواطنيها في الداخل، وأن تحافظ على مواطنيها في الخارج. وبالتالي فتح النوع من هذه الاتصال عن طريق رقم أخضر أو الدفاع عن طريق محامين عن الجبهة يدخل في صحيح مسؤولية في حماية رعاية، لأن حماية الرعاية لا يقتصر على الداخل، أكثر من ذلك نحمي رعاياتنا في الخارج. وهؤلاء الموجودون في الخارج هم قيمة مضافة للعمل أو للنشاط الدبلوماسي والقنصلي والاقتصادي للدولة الجزائرية. توظيف هؤلاء الخبرات، توظيف هؤلاء الرعاية الموجودين في الخارج لخدمة الاستثمار والتنمية الجزائرية أمر مهم جدا. إذا حتى نفعل هذه الديناميكية ونعطي بعد ديناميكي في العلاقات، لا نركز تفكيرنا على أن الدولة الجزائرية تحمي إلا رعاية في الداخل. يجب أن نفهم على أن الدولة الجزائرية من مسؤوليات الدولة الجزائرية حماية رعاية في الخارج والدفاع عن رعاية في الخارج. أكثر من ذلك العمل على خلق نوع من التواصل مع رعاية في الخارج وتفكير وطرح مبادرات وطرح استراتيجيات وسياسات لتثمين وجود تلك الخبرات في الخارج ودعمها للاستثمار والتنمية في الجزائر. وهذا هو المنطق السوي. إذن بالمحصلة نحن الآن نتكلم عن إيجاد خلق من الديناميكية التواصل مع الرعاية الجزائرية في الخارج، خلق ديناميكية التواصل مع الرعاية الموجودين في الخارج، حتى نعمل على إبقاء دائما ذلك الخط الرابط بين ماذا؟ الربط بين ما هو داخلي وما هو خارجي. نعم. طيب الآن فيه عمل دبلوماسي ودعوات من قبل رئيس الجمهورية وكذلك وزير الشؤون الخارجية من أجل عمل استباقي من قبل السلك الدبلوماسي، بالمقابل أيضا كما قلت هناك إلى أهمية قصوى للدبلوماسية الاقتصادية أيضا للجالية الوطنية بالخارج، لكن لا يستدعي كل هذا أيضا تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على النسيج الوطني للشعب الجزائري ضد أي محاولات للاختراق أو الفتنة أو التفرقة؟ كيف يمكن أن نصل إلى ذلك أيضا؟ طيب هنا نتكلم عن في توجهات السياسة الخارجية الجزائرية على شبه إجماع من بين الجزائرية على أن محددات السياسة الخارجية الجزائرية مقبولة من الجميع. أقول على شبه إجماع على أننا لن نتدخل في شؤون الآخرين، لن نتحالف ضد الآخرين، ونعمل لتعاون دولي. هذه محددات السياسة الخارجية الجزائرية، والمحددات السياسة الخارجية الجزائرية ليست بمأزل أو بمفصل عن السياسة الداخلية. وحتى ندعم هذه الشعارات وهذه المحددات والمبادئ في السياسة الخارجية نحتاج إلى جبهة داخلية قوية. أقول وهي جبهة داخلية قوية. كيف ذلك؟ هناك شبه إجماع بين الجزائريين على أننا نتفق حول توجهات سياستنا الخارجية، ولكن لا نكتفي بذلك، لأن الإجماع حول المبادئ، الإجماع حول التوجهات الخارجية أمر مهم جدا. أي نعم، ولكن نحتاج إلى وسائل وميكانيزمات لتدعيم ذلك عن طريق تدعيم الجبهة الداخلية. كيف ندعم الجبهة الداخلية؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق بناء مؤسسة قوي، أقول واعد، عن طريق انتخابات، عن طريق ماذا؟ تمثيل جيد، عن طريق قفاءات. وهذا هو المطلوب منا، أن عندما نتكلم عن الجبهة الداخلية الجزائرية مدركة على أن توجهات الدولة الجزائرية خارجها لا غبار عليها وليس فيها محد نقاش، لكن نحتاج إلى تدعيم الوسائل. من خلال هذه الوسائل كما ذكرت أختي كريمة، التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية. هل الدبلوماسية الاقتصادية هي تبادل تجاري؟ أقول لا، ليس تبادل تجاري، هي خلق علاقات اقتصادية، لأن التبادل التجاري شيء مؤقت، أما العلاقات الاقتصادية فهي ذات طابع دائم. نخرق نوع من الشراكات،
وحتى نفعل هذه الشراكات، نخلق جبهة داخلية عن طريق ماذا؟ توحيد الشعب الجزائري حول مكونات الهوية من لغة ودين ومؤسسات، وبناء المؤسسات والسلطة القائمة. كل هذا يدعم توجهاتنا الخارجية، لأن توجهات الدولة الخارجية الجزائر ليست بمعزل عن توجهاتها الداخلية ومحدداتها الداخلية، نعم. وهناك نوع من المزاوجة بين الداخل والخارج. وبالتالي ما أردت أن أقول على أن جبهة قوية، نعم. يعني بالضرورة سياسة خارجية قوية. نعم، أشكرك الأستاذ إذن بروبي، الأستاذ عبد اللطيف بروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا على المباشر عبر خدمة أسكاي. مشاهدينا، إذن فاصل قصير، بعدها نمر إلى الأخبار الاقتصادية، ابقوا معنا.